ورجعنا لكم بعد ما شفنا مصنع الأصيل للملابس الجاهزة، وبجد بجد فخر للصناعة المصرية. جينا لكم بقى في الفقرة الثانية، وهي فقرة مهمة جدا لكل الآباء والأمهات. ظهرت ظاهرة غريبة جدا، بقى في عقوق والدين. خلينا نتكلم فيها الأول. إن في أم تترمي في الشارع، في أب يترمي في الشارع عشان أنا أتجوز، عشان أنت تتجوز أو أنا أتجوز، أرمي أمي في الشارع أو أقول لها أنا اقعدي معايا ومراتي هتراعيكي، ومراتي في الآخر تضايقني تذلني لغاية لما برضو أوصل للشارع. ليه الظاهرة دي ظهرت؟ ليه ظهرت كده فجأة إن إحنا ما بقاش عندنا نوع من الرحمة؟ يعني ده ربنا قال لنا وبالوالدين إحسانا، بقى عندنا جحود، بقى عندنا جحود فظيع. انا مش عارفه صراحه، يعني هو كان في رساله جات لنا على الصفحه، كنا عايزين نتكلم فعلا في الموضوع ده لان الموضوع ده مهم جدا. الرساله دي بتقول ان ام جوزت ابنها، جوزت ولادها كلهم رجاله، والام دي بعد ما ربت وتعبت سنين، وفي الاخر قعدت مع ولد من اولادها، وفي الاخر مراته قالت له انا مش عايزه امك. ليه؟ ليه؟ هي دي مش ام ربت وكبرت وزي ما هي ربتك بالظبط، مش عايزه امك ليه معايا؟ طب ما ايه، انت دلوقتي لما هتقعدي مع حماتك اكنك قاعده مع مامتك، يعني هي مش هي نفس الام برضو؟ هي يعني بصراحه الرساله دي يعني ضايقتني جدا. ليه بقى في عقوق كده غريبه؟ يعني بقى في جحود الأبناء بقى قوي قوي. شفنا في مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان مليانة حالات، والحالات بتزيد 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 في الشارع. كل ده احنا بنشوف ستات كبار في الشارع قاعدين لا حول لهم ولا قوة. ما أنا مش عارفة أقول إيه. يعني الأم دي مش شالتك في بطنها 9 أشهر؟ مش قادر تشيلها؟ مش قادر ان انت تراعيها؟ بنشوف برضو ولاد بيتجوزوا ويسيبوا امهاتهم بالسنين ما يسألوش عنهم، بالسنين، والله العظيم بالسنين. تخيلوا، يعني ده احنا يعني مفروض في اليوم تتكلم على الاقل يا سيدي مرة. هتقول بقى المشاغل والدنيا والحياة خدتني، لا دي أمك. ما ينفعش نقول المشاغل، ما ينفعش نقول إن زوجتي عايزة كده، ما ينفعش نقول إن أنا مش قادر أصرف على أمي، أنا بصرف بس يا دوبك على بيتي. يعني أقول إيه تاني؟ يعني أو ترمي أبوك في الشارع، او ترمي ابوكي في الشارع. يعني احنا شفنا حالات في معانا لانقاذ انسان، حالات غريبه جدا. بنت رمي ابوها في الشارع، ولد رمى مامته في الشارع بسبب مراته، وهي عشان ولادها وجوزها مش طايق ابوها اللي هو مثلا يكون مريض ترميه في الشارع. انتي بكره هتترمي في الشارع زيه، او انت بكره هتترمي في الشارع زي امك ما رمتها، او هيحصل لك نفس اللي انت بتعمله النهارده.
بكرة هيتعمل فيه. آه معانا هنعرف طبعا رأي الدين في حقوق الأبناء. معانا الداعية الإسلامي، الداعية الأزهري، الأستاذ أحمد عيد. أهلا بحضرتك. اهلا بيك استاذه حضرتك، اهلا بحضرتك، أهلا بحضرتك، منورنا في بنات حواء. ربنا يخليك، ما اعرف حضرتك والله. كنا بنتكلم يا أستاذ أحمد عن حقوق الأبناء. يعني الموضوع وصل لحد صعب قوي، فإحنا عايزين نعرف فضلهم علينا إيه، أو عايزين نعرف من ناحية الدين. يعني نقول للأبناء دول إيه؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول عليه الله الصلاة والسلام. وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد. اولا موضوع العقوده هيبقى موضوع مهم جدا جدا، يكاد يكون موضوع العصر اصلا يعني. وكثير من الاباء من الابناء في الايام دي للاسف الشديد نسيوا، مش عايز اقول لك حق الاباء عليهم، لا نسيوا اقل القليل اللي ممكن يقدموه للاباء دولت عشان خاطر يوفوهم شيء. مش هقول لك الابن مهما عمل ومهما يعني بر بابيه وامه مش هيعمل شيء من اللي قدموه له. طبعا اقول لحضرتك اهميه الموضوع ده باهميه الدين نفسه. اولا الموضوع ده مش منا من حد، ان انت تبر ابيك او تبر امك مش منا منك او منحه منك او تفضل منك، لا ابدا. طيب. ال 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 البر ده دين ندين به لله سبحانه وتعالى، وقربة بنتقرب به لله سبحانه وتعالى. تخيلي كده يا استاذه هبه، لما اقول لحضرتك ان ربنا سبحانه وتعالى لما بعث الانبياء وبعث الرسل عشان حاجه واحده بس، عشان امر واحد بس، عشان ان البشر كلها توحد ربنا سبحانه وتعالى وتعبد ربنا سبحانه وتعالى، وما فيش حد يتخذ مع الله عز وجل شريك ولا ند ولا شبيه ولا. اما يجي ربنا سبحانه وتعالى يتكلم في القران الكريم عن المساله دي وعن الموضوع العقائدي ده، يقول ايه؟ وقضى ربك الا تعبدوا الا ايه؟ الا اياه. وبعدين يقول ايه؟ ها وبالوالدين احسانا. ايه يا ربي موضوع الاحسان بالوالدين ده اللي انت قرنته بعبادتك وتوحيدك؟ للدرجه دي الموضوع كده مهم، للدرجه دي واكبر. ده بيقول ربنا سبحانه وتعالى في سوره النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الموضوع اللي من اجله ارسل الله الرسل وانزل الله الكتب، يقرن ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ وبالوالدين احسانا. يبقى هنا انت لما تبص لابوك ولامك لا تنظر الى انهم كائنات تمشي على الارض، لا، دول باب كبير جدا من ابواب الجنه مفتوح، مش كائنات كده عاديه خالص، لا، ده انت مش هتدخل الجنه مهما صمت ومهما صليت ومهما تقربت لربنا سبحانه وتعالى وانت عاق لابيك وعاق لامك. طب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ثلاثة لا يقبل الله عز وجل منهم صرف ولا عدل، يعني لا فريضة ولا نفل، من الثلاثة دول والعاق لوالديه. تخيل انت تقرب لربنا سبحانه وتعالى براحتك. النهاردة يا أستاذة هبة لما نتكلم النهاردة ونقول ان الشاب بمجرد ما يتجوز ويعمل بيت بأول حاجة بينساها، بينسى أبوه بينسى أمه، وكأن أبوه وأمه دولت كانوا، أنا آسف في اللفظ اللي أقوله ده، كانوا خدامين عنده شغالين عنده بيخدموه، واحد بيصرف عليه والتانية بتخدم بتعمل له أكل وبتعمل له الظاهرة ملابس دي واو. انتشرت أول يومين دول يا أستاذ أحمد، جدا يعني جدا. أول ما طريقة يتجوز بشعة. أول ما يتجوز حضرتك دلوقتي يبدأ يفكر أول حد يتخلى عنه بيتخلى عن مين؟ أول حد بيتخلى عنه بيتخلى عن أبوه أو بيتخلى عن أمه، يلا كده نشوف لكم دار مسنين أو نشوف لكم بيت كده بعيد تقعدوا فيه، وأنا بقى أستقل ببيته وأستقل بأولاده وأستقل بزوجتي هم أولى بيا. للدرجة دي وصلنا للقسوة، لقسوة القلوب على الآباء. لا أنا عايز أقول للأبناء، لكل الأبناء، لن تدخل الجنة مهما تقربت لربنا سبحانه وتعالى، ومهما كنت في قرب كبير لربنا سبحانه وتعالى، إلا إذا كنت عند قدم أبيك وعند قدم أمك. الزم قدم ابيك والزم قدم امك، فثم الجنه تحت قدم الاب والام. عايز اقول لحضرتك كمان ان الجريمه دي اللي انا فعلا يعني بسميها جريمه، العقوق ده مش معصيه بس لربنا سبحانه وتعالى، ده جريمه في حق الاب وفي حق الام. المفروض ان القانون يطلع لها اصلا المفروض يصدر لها عقاب، فعلا يصدر لها عقاب، ان هم النهارده لا تعالى انت زي القتل وزي السرقه وزي وزي بالظبط، يكون عقوق الوالدين جريمه يجرمها القانون. عايز فعلا اقول لحضرتك ان العقوبه بتاعت العقوق من ضمن عقوبتين ربنا سبحانه وتعالى بيوري العاق
وواحد تاني معاه اقول له حضرتك دلوقتي يوريهم العقيده بتاعتهم في الدنيا قبل يوم قبل يوم القيامه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان يعجل الله عز وجل عقوبتهما في الدنيا قبل الاخره البغي والعقوق. الظلم اول حاجه ان الظالم بيلاقي جزاؤه في الدنيا قبل ما يروح لربنا سبحانه وتعالى، وبعد كده العق لوالديه كأس يدور عليه كما عق والديه سيعقه ابنه من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال الكلام ده مش حد تاني يعني. فلازم ان كل شاب وكل فتاه يخلي باله جدا من ابوه ومن امه ويعرفوا ويعرف كويس جدا ان هم سبب رئيسي في وجوده في هذه الحياه. ربنا يعطيه حاجه. شكرا جدا استاذ احمد عيد الداعيه الازهري، نشكر جدا حضرتك على المداخله دي. طبعا زي ما استاذ احمد قال يعني شوفوا العقوبه قد ايه عند ربنا، ده بس اللي هو ما يعني بيودي والدته او والده للدار او لدار مسنين، امال بقى اللي بيرمي في الشارع هتقابل ربنا ازاي؟ معانا اتصال هاتفي من أستاذة مي عبد الفتاح نائب أول رئيس هيئة شؤون المرأة بدول العربية وباحثة في العلوم الإنسانية. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي. أهلا بيكي يا حبيبتي، منورونا. ده نورك. أنا سعيدة جدا لأنك بتتكلمي عن حاجة مهمة جدا وحيوية جدا وموضوع هادف جدا. موضوعنا النهاردة مهم جدا يعني، وكان لازم حضرتك تكوني معانا في الموضوع ده يعني. ان شاء الله. احنا 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 ليه وصلنا لكده يعني؟ بص انا وصلنا للحد ده ليه كده؟ قبل ما اقول لك على الاسباب هقول لك على موقف حصل فعلي. كنت في احد يعني بتمشى في الشوارع ولقيت ست مسنه قاعده فبتعيط، فسالتها بقول لها انت بتعيطي ليه؟ قالت لي محتاجه شيء يا حاجه او اي شيء؟ قالت لي لا يا بنتي انا مش عايزه حاجه من الدنيا، انا نفسي اموت عشان ارتاح. قلت لها ليه؟ طب انت محتاجه ايه؟ انت تعبانه؟ قالت لي لا. تخيلي قالت لي ايه؟ قالت لي انا ربيت وتعبت وسهرت وعلمت ولادي رموني في الشارع. تخيلي بقى يعني منتهى القسوه اللي احنا وصلنا لها. ده حاجه كانت بتوجع كل قلب ويا ريت احنا الحالات دي بنشوفها كتير. للاسف كتير. للاسف. بالنسبة للأسباب بقى بتاعت عقوق الوالدين عامة انت ليها أسباب. أول حاجة التربية السيئة اللي احنا بنقول دايما ربي ولادكوا صح. الوالدين نفسهم ما بيحسنوش التعامل مع أولادهم ولا بيربوهم على البر وصلة الرحم. بيطلع لنا أولاد عندهم قسوة وكحود لأنهم ما تعلموش ده أصلا. في تاني حاجة القدوة السيئة. احنا ما ربيناش ولادنا على الحاجة الصح، احنا ربيناهم على التناقض. صلي صلي وانا ما بصليش، ذاكر وانا ما بعملش اللي عليا، روح بر تيتا وانا ما ببرش امي نفسها. فاولادي بيعملوا ايه؟ بيعملوا عكس اللي انا بعمله. تمام. في حاجه كمان الجهل، هو مش عارف يعني ايه اصلا عواقب عقوق الوالدين في الدنيا وفي الاخره، فبيتغافل عن الثمرات بتاعته وثوابه العظيم اللي كلنا بنتمنى ان احنا نقوله. في حاجه كمان باكد عليها في كل حلقه او في كل لقاء، الرقه السيئه. دايما اقول خلوا بالكم من ولادكم، دي اهم حاجه فعلا. بيصاحبوا مين وبيعرفوا مين وازاي هم بيتعاملوا مع مين بالظبط؟ الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيقول كل منكم على دين خليله فليحذر من يخالل. يخالل يعني يصادق. شوفوا ولادكم عارفين مين. ابنك لو اتعلم حاجه مش كويسه شوفوا عارف مين. لو رد عليك في يوم وانت معلمه الادب والاخلاق والطريقه الصحيحه صح، دور على صاحبه. في حاجه اساسيه بقى، عقوق الوالد لوالده الاصلي. انا بشوف ابني، بشوف ابني بيشوفني وانا بزعق لابويا او لامي او انا بنهارهم او انا ببص لهم بصه وحشه فعلا. او ان انا بعاملهم معامله بقسوه او بمد ايدي عليهم. للاسف ده منتشر في بعض الاماكن فعلا. خصوصا في مجتمعات معينه. فكده بقيت قدوه سيئه. وللاسف الجزاء من جنس العمل. انت اللي انت بتعمله ابنك هيردهولك، هتشوفه. ازرع تحصد. في حاجة كمان أساسية وكان الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا عنها وكان بيقول لنا فيها، اللي هي التفرقة بين الأولاد. إن إحنا لما نفرق بيننا وبين ولادنا بنزرع بينهم شحنة وبغضاء وحقد. هم بينهم وبين بعضهم، إشمعنى مثلا ابنك بتحبه عني؟
فخليه بقى هو يبقى يودك او خليه يبقى ايوه يتعامل فعلا معاك كويس. تفرقة بين الابناء. اه احنا تمام. بنشكر حضرتك جدا جدا استاذة مي، يعني احنا مش عارفين نقول لحضرتك ايه. شكرا ليكي جدا على مداخلتك معانا النهارده. نطلع فاصل ونرجع نكمل باقي فقراتنا.